الاجتماعي ومسألة بتعيني يفرق ما بين الشعب السوداني من أجل إنه يكونوا هم قاعدين في السلطة، مسألة بتعينه يعني يخطوا الحس المشترك أو يحاولوا يفصلوا الحس المشترك أو الالتفاف المشترك ما بين الشعب السوداني اللي بيختلف في أعراقهم وجغرافياتهم. القوى السياسية لعبت في الوتر ده واستخدمت مجموعة من الآليات في إنها هي تكون موجودة في السلطة، من ضمن الآليات الخطيرة جدا اللي بتعمل السودانية. يعني نقول انه الحكومات المدنيه والحكومات الاسدانيه كانت بتستخدم مساله بتاع المكونات او مساله بتاع ضرب المكونات مع بعضها او الاستعانه بمكونات ضد الاخرين، وده نتاج كبير لاقليه المثقف السوداني اللي تجلد مخالف السلطه بعد خروج المستعمر بنفس الاقليه بتاع سياسه فرقت او تقسيم بتاع المجتمع. القوة السياسية استخدمت النقطة ده بالأخص في إنها هي شنو تستطيع تكون موجود في السلطة لأمد طويل. قريب نشوف إنه المسألة بتاع الخلل في القوة السياسية أو مسألة بتاع فشل القوة السياسية في إنها تتبنى مشروع بتاع وطن، تتبنى مشروع متكامل رؤية اقتصادية ورؤية اجتماعية وسياسية وغيره من الرؤى أساس إنه تأسس لوطن يحترم كرامة الإنسان. لكن يا للأسف بنلقى إنه القوة السياسية بتفتخر انها ما عندها مشاريع وطنيه حقيقيه، فانها هي تدير جوا الشعب السوداني نتائج الازمات المتراكمه. وقاعدين نشوف انه الدوله السودانيه كان مليء بالازمات الاقتصاديه لانه ده نتائج طويله انه القوى السياسيه ما عندها عروه او ما مستعده اصلا، لانه قاعدين نعلم انه القوى الانتهازيه الصفويه اللي استخدمت او مارس السلطه داخل الدوله السودانيه جزء كبير منهم هم مدركين تماما بماهية الدولة ومدركين تماما بالنقاط المهمة أو بالمشروع اللي من المفترض يهجم الشعب السوداني، لكن بتعنت منهم وأنانية منهم وتأخرهم في فهم ماهية الدولة وركب الحضارة الإنسانية استخدمت مسألة بتاع الفشل بتاع المشاريع، استخدمت المشاريع الأخائدية في إنها هي شنو تدير هو الدولة السودانية. وقاعدين نشوف إنه الدولة السودانية نحن كجبهة الشعبية المتطولة أو حركة جيش تحرير السودان إنه لا يمكن لأي تنظيم سياسي، ونتائج طبيعي للأزمة داخل الدولة السودانية إنه يجينا تنظيم سياسي يسر على أساس إنه يكون في منتخب أو يكون في صحافة معين هو راية بالنسبة لشنو للدولة السودانية. قاعدين نشوف إنه الدولة السودانية إنه محتاج لمشروع وطني حقيقي في إنها شنو ندير بو التعدد وندير بو التنوع واختلاف الجغرافي الموجود داخل الدولة السودانية على أساس إنه نحسن رب العالم أو نصل لمرحلة بتاع استقرار سياسي واستقرار اقتصادي على أساس إنه نعيش زي بقية الشعوب اللي اتجاوزوا المسألة بتاع الدستور، اتجاوزوا المسألة بتاع كيفية بناء وطن، اتجاوزوا المسألة بتاع الجلوس لمسألة بتاع الرؤية الاقتصادية وغيره. فالجبهة الشعبية المتحدة وحركة جيش تحرير السودان كنتائج طبيعي للأزمة داخل الدولة السودانية والنتائج الطبيعي لفشل بتاع القوى السياسية، لما نتكلم عن فشل بتاع القوى السياسية بنشوف إنه منذ خروج المستعمر من الدولة السودانية القوى السياسية أو النخبة السياسية فشلت في إنها هي تجينا بمشروع وطني. وزي ما اتكلمنا انه بنوع من الانانيه ونوع من الاستغلال في الطرح الفكري ونوع من في الاخر فشلت في انها هي تجي بمشروع حقيقي. النتائج الطبيعيه للهروبات الاهليه والانهيار الاقتصادي والفشل الحقيقي في انه ندير الدوله السودانيه خرجت حركه جيش تحرير السودان او الجبهه الشعبيه المتحده اليوبيك، وقاعدين نشوف او قاعدين نقول انه هنا حركه او الجبهه الثوريه السودانيه خرجنا من سلوك الشعب السوداني، خرجنا من بيوتات الشعب السوداني، اخذنا موقف من الازمه السودانيه او اتخذنا قرار او اسرينا على اساس اننا نخرج لانه نغير الوضع بتاع الدوله السودانيه. ولما نتكلم عن خروجنا لما انطلقنا كحركه جيش تحرير السودان والجبهه الشعبيه المتحده اليوبيك ده كان اننا كنا متاكدين ونتاكدين انه يواجهنا القوى السياسيه بكل انتهازيه وبكل صفويه، وحاولت انها هي تدعنا في نقطه ضيقه جدا. حركه جيش تحرير السودان لما انطلق والجبهه الشعبيه المتحده اليوبيك الطلاب والطالبات والشعب السوداني كانوا عارفين انه نظام المطار الوطني والقوى السياسيه اللي كان بتدير الدوله السودانيه كان بتدعنا في ذات النقطه، الناس كان بيعلم او الشعب السوداني كان بيعلم انه المؤتمر الوطني والقوى السياسيه حاولت انه تدع حركه جيش تحرير السودان في ذلك البيت او حاولت انه تشوي سمعتنا كحركه جيش تحرير السودان، حاولت انه تخوننا وحاولت انه تدعنا نبقى املاء او الينا املاء لامريكا واسرائيل، لانه الينا قاعدين نعلم جيدا انه لما انطلقنا كحركه جيش تحرير السودان انه قدمنا تضحيات حقيقيه ونظام المطار الوطني كان حاولت انها تهزمنا هزيمه نفسيه،
شنانينا ننهزم او ننهزم هزيمه نفسيه اننا ما نقدر نقدم مشروع بتاع تهلف الشعب الاريد. يعني خرجنا يعني نظام الموتور الوطني كان بتقول انه حركه جيش تيار السودان عباره عن قطاع طرق، دول عباره عن وكلاء بتاع امريكا واسرائيل، دول عندهم اجنده خارجيه وغيره، لكن الشعب السوداني بمختلف اعرافهم وجغرافياتهم، التاريخ اثبت انه من هو حركه جيش تيار السودان، لكن انطلقنا كنا قاعدين نؤمن ايمان خاطي انه اننا جديه، او في جديه داخل الدوله السودانيه، او في اختلال بتاع بناء وطن داخل الدوله السودانيه، فلينا كنا مستيقين لانه اتخذنا قرار بتعيننا لينا من اجل مشروع تهلف الشعب الاريد ان لينا نقدم كل التضحيات، والشعب السوداني قاعد يشهد لينا لينا كهرباء جيش تهرب السودان انه التضحيات الشهداء اللي لينا قدمناهم على مستوى الاحراش وعلى مستوى المجتمع الوطني وعلى مستوى رفاق ورفيقات داخل الجبهه الشعبيه المتطوره اليوبيف قدمنا اقوى ما نمتلك. اذا كان رفاق ورفيقات بتاع الجبهه الشعبيه او رفاقنا على مستوى الاحراش قدمنا مجموعه من الشهداء والمعاقين وغيرهم، لكن كنا نعلم انه قيمه بتاع الحريه لابد من انه يكون عنده ثمن غالي جدا. فعبر الكلام ده رقم التضحيات ورقم المضايقات ورقم الاشياء اللي حصل لينا لينا كرفاق الجبهه الشعبيه المتطوره وحركه جيش تيار السودان اصرينا ومصرين اليوم الليله اننا نسعى لنحقق دوله بتاع المواطنه اللي يحترم كرامه الشعب السوداني ويؤسس لوطن يحترم كل انسان سوداني موجود داخل الدوله السودانيه. ما من جينا وانطلقنا كحركه جيش تيار السودان انه طرحنا مشروع، مشروع اسمه مشروع تهالف الشعب الاريد. مشروع تهالف الشعب الاريد قاعد ينطلق من مجموعه من المبادئ، ولما طرحنا المشروع بتاعنا برضه كنا متاكدين ومدركين تماما انه القوى السياسيه الموجوده في الخرطوم ده ناهيه من يشوي سمعتنا، كانت بتدرك تماما انه مشروع بتاع التحرر او مشروع بتاع تهالف الشعب الاريد بتاع حركه جيش تيار السودان، مدركين تماما انها هي المشروع، ولينا طبعا قاعدين نؤمن ايمان خاطي انه مشروع تهالف الشعب الاريد قاعدين نشوفه في رؤيتنا كحركه جيش تيار السودان، وبكل الرؤى المختلفه لحركه جيش تيار السودان انه ده مشروع يطلي الشعب السوداني لبر امن ليأسس لوطن يحترم كرامه الانسان. لمن جينا طوالي لنا طرحنا مساله بتاع مشروع اقلاني، ولما نتكلم عن مشروع اقلاني او نتكلم عن مشروع بتاع وطن يحترم كرامه الانسان لابد المشروع انه ينطلق من مبدا اقلاني او انطلاقه بتاع مشروع يكون محايد للثقافات وللاراء ولكل الاشياء الخاصه بالنسبه للمجتمع السوداني، لكن الخوة السياسية كانت مصره على اساس انها تدعنا في قالب تيه، على اساس انه شنو تحزيننا هزيمه نفسيه اننا ما نقدم مشروع بتاعنا، مشروع بتاع تهالف الشعب الاريد، قاعدين نتكلم انه يا اخي المرتكزات اللي بينطلق منه مشروع تهالف الشعب الاريد، اللي احنا خرجنا عبره مجموعه من الرفاق والرفيقات في كل الجامعات السودانيه وبمختلف مدن السودان الموجوده، نحن طرحنا مشروع بمبادئ ومرتكزات ووسائل مختلفة على اساس انه هي تكون مخرج حقيقي بان شنو تخرج الشعب السوداني لبر امن. كنا بنتكلم عن مجموعة من المبادئ وطرحنا مجموعة من المبادئ، من ضمن المبادئ الأساسية اللي لينا طرحناه في مشروع تهالف الشعب الأريد قاعدين نتكلم عن حق الكرامة الإنسانية أو مسألة بتاع الحرية الطبيعية بالنسبة لأي إنسان سوداني. لما نتكلم عن الحرية برضه لما بدأنا هنا نطرح مشروع تهالف الشعب الأريد كان الشعب السوداني مؤثر تأثير كبير جدا بمسألة بتاع الطرح الأخايد أو مسألة بتاع الطرح الثقافي بالنسبة للقوى السياسية. لما نتكلم عن الحرية لينا طوالي ما قاعدين نربط الكلام ده بالقوى السياسية أو بالمشاريع بتاع القوى السياسية، نتكلم عن كرامة الإنسان، عن حرية الإنسان في الاختيار، عن حرية الإنسان في الانتماء، عن حرية الإنسان في العيش في كرامة واحترام، عن حرية الإنسان في الانتقاد، عن حرية الإنسان في التعبير، عن حرية الإنسان في إنه يتخذ قرار بتاع مصير حياته او الاراده الحره بالنسبه للانسان. فمساله بتاع الحريه اللي احنا قاعدين نقصدها كجبهه الشعبيه المتحده واحد من مبادئ بتاع مشروع تهالف الشعب الاريد انه لابد للشعب السوداني وكل الافراد داخل الدولة السودانية إذا كانوا جماعات أو أفراد لابد من إنه يستمتعوا أو يتمتعوا بحق الكرامة الإنسانية. لما نتكلم عن كرامة الإنسان اللي هو حرية الإنسان في العيش في وطن يحترم كرامته، لما نتكلم عن الحرية في حد ذاته ما قاعدين ندى مسألة بتاع الحرية ده في إنه الحرية اللي القوى السياسية بتتكلم عنه إنه لما الجبهة الشعبية وحركة تهالف السودان ترى مسألة بتاع الحرية كان قاعدين يشوفوا إنه مسألة بتاع الحرية ده عبارة عن سودة، قاعدين نشوف إنه الانسان السوداني او خانون بتاع بناء دوله لا يوجد حريه اعلى من الدستور او لا يوجد
اي ممارسه للانسان اعلى من الدستور. لما نتكلم عن الحريه، الحريه ده عباره عن دستور بذلك، انك انت تعبر كيف، انك انت تتحرك كيف، انك انت عندك الاحقيه في انك انت تنتمي لاي تنظيم سياسي وغيره. فمن عبر الكلام ده انينا قلنا الحريه ده عباره عن حق طبيعي، ما في انسان يهقنا انه يجي يصادر حريه من الانسان الثاني. عنده الاحقيه في انه يعيش داخل الدوله السودانيه او اي انسان موجود في كوكب الارض انه يكون عنده الاحقيه في انه ايش حر وعزيز ومكرم داخل الدوله السودانيه. قاعدين نتكلم عن انه داخل الدوله السودانيه في اشكال كبير في مساله بتاع شنو؟ بتاع الهويه. يعني نتكلم عن انه في خلل داخل الدوله السودانيه او مساله بتاع الهويه. أنا هنا كشعب سوداني لا انه المستعمر ده يطلع القوى السياسية أو الجماعات المختلفة كان موجود أو في ناس كان قاعدين بيناتروا بيسألوا إنه من نحن كشعب سوداني أو ماذا نكون نحن كشعب سوداني أو ما هو الهوية اللي من المفترض يشملنا نحن كشعب سوداني. فلما جينا ورجينا إنه في قوى سياسية كانت تصر على أساس إن شنو تدعى هوية أحادية. لما نتكلم عن الهوية الأحادية هو إصرار القوى السياسية في إنها هي تدعى هوية على أساس معتقد أو أساس إرث على أساس إنه يكون شنو هوية للشعب السوداني. لكن كحركة جيش سير السودان لما جينا واتكلمنا عن الهوية أننا قلنا لابد للشعب السوداني أن يعترفوا في المقام الأول إنهم سودانيين في المقام الأول. علينا أن نعترف إنه في المقام الأول إنه أننا شعب سوداني. بعد ذلك بكون في اختلاف إرقي، اختلاف ثقافي وغيره، والتعدد علينا قريب نشوفه. المسألة بتاع الاختلاف في الثقافة وفي الإرث هو ما الأخبى فإن يكون في مشروع حقيقي يدور الدولة السودانية. لكن القوى السياسية بكل أنانية منا جاءت ترى مسألة بتاع الهوية هوية أحادية أو هوية إقصائية أو هوية في إنها تمشي الثاني أو هوية في إنها تأسس لشنو؟ للقرى أو تأسس لأن الشعب السوداني تتكسب أو هوية أحادية في إنها تترى خارج الدولة السودانية إنه يكون شنو؟ مرآة بالنسبة للسودانيين. فمن أبر الكلام ده إنه نحن كنا كحركة الجيش داخل السودان أو الجبهة الشعبية المتحدة إنه أنينا علينا أولاً أن نعترف إنه الجغرافيا باسم السودان ده كافي جداً إنه يشيلنا كلنا كسودانيين بمختلف أعراقنا وجغرافياتنا. من المنطلق ده إنه قلنا أنينا الشعب السوداني هويتنا عبارة عن هوية سودانية. ولما نتكلم عن الهوية السودانية إنه ما في أي إنسان سوداني أو إنسانة سودانية لما نمشي خارج الدولة السودانية أو داخل الدولة السودانية لما تقول له أنت سوداني ما قاعد يرفض الكلام ده. فإذا من المنطلق ده نقدر نشوف إنه نحن سودانيين في المقام الأول زي في أمريكا في المقام الأول، في لبنان في المقام الأول، في مجتمعات في المقام الأول بيعرفوا نفسهم. بعد ذلك بكون عندهم اختلافات إرقية وثقافية. وقاعدين نشوف إنه مسألة بتاع مشروع تعارف الشعب الأريد أو طرحنا لمشروع تعارف الشعب الأريد هو الحل للمسألة بتاع الهوية داخل الدولة السودانية. فمن المنطلق ده قاعدين نشوف إنه الهوية السودانية هي الإطار الجامع بالنسبة لمكونات الشعب السوداني. كنا قاعدين نتكلم في مبادئ بتاع حركة الجيش تحرير السودان أو مشروع تعارف الشعب الأريد انه في خلل او في مفهوم خاطئ بالنسبه للمساله بتاع الديمقراطيه داخل الدوله السودانيه. لما نتكلم عن انه في مفهوم خاطئ بالنسبه للديمقراطيه داخل الدوله السودانيه ان القوى السياسيه هي كانت منطلقه من مفاهيم ضيقه او منطلقه من بيوتات اشاعريه. فلما نتكلم عن الديمقراطيه اللي علينا قاعدين نشوفه نمارسها على مستوى حركه جيش تحرير السودان والجبهه الشعبيه المتطوره ان الديمقراطيه لابد انه يكون في المقام الاول سلوك واحترام قبل ما انه يكون شنو ممارسه سياسيه. الحرية، العدل، السلام، الديمقراطية، صبرا حكومة الإبادة والجنجويد، صبرا حكومة القتل والتشريد، صبرا حكومة الإبادة والجنجويد، صبرا الخرطوم صبرا، فإن للصبر حدود ما بين التلاقي والهروب، الظلم سماء والمعالم والروضة أبتعن القلوب. أبابيل تعلق في سماعة السودان ليبدو الطفل البريء التي لا يعرف الأوروب. بلادي لم تنحني، بلادي لم تنسني، ما دام لك رفاق في دربك سائرون. عذرا قد كدنا عايشين بادي عن شيتنا البشر، بادي عن متنا مرتين، بادي عن قدان الأسر. التحية والتجلى لمن شهد النضال في ميادين الشرف، والذكرى خالصة لمن عاش مناضلا في معتقل. ذكرا دستوريا أحببت مليون ميلا، شوقا لآثار صوتنا، أدب لبلد لزة عدم. لا بقي
سوى تشريدا واختيار الحضارات واقسمنا واسسنا ثورة شعبية وتعيد دولتنا دولة قومية وطني لا شعب لا أمة لا سني خلاص قلنا تحرير حرية وأنت في خاطرنا يا سودان ندب من جبال الثورية ومن جبال الثورية هي لقائدنا عسكر في ضواحي جغرافية شعب جوا المدن الثورية جيش في قعبات اللبنوسية فليتواصل فليتماسك المد البركان الثوري للجبهة الشعبية المتيدة واجه السياسي لحركة جيش طائر السودان بقيادة ماندل السودان القادم الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور كونتينيوس. تحية لك يا رفيق. فكنا قاعدين نتكلم أو طرحنا لمسألة بتاع الديمقراطية إن القوى السياسية بتفتكر إنه مسألة بتاع الديمقراطية ده عبارة عن خد بالنسبة للصناديق أو إنك أنت تسوق مجموعة من المجتمع توديهم على مستوى الصناديق ويختاروا لك أو يصوتوا لك فإنك أنت تفوز. أنا هنا قاعدين نشيف إنه مسألة بتاع الديمقراطية لابد من إنه يكون سلوك على مستوى المجتمع على مستوى البيت على مستوى المؤسسة على مستوى القوى السياسية وغيره. بعدك بيكون في مسألة بتاع الديمقراطية حقيقية فإنها هي تكون واحد من المبادئ الأساسية فإننا نحن ندير به الشعب السوداني وندير به الدولة السودانية. فمن المنطلق ده قاعدين نأكد إنه القوى السياسية اللي بتدعي إنها هي جاد بالديمقراطية داخل الدولة السودانية قاعدين نتحفز للديمقراطية للقوى السياسية أو التنظيمات السياسية اللي حكمت داخل الدولة السودانية قاعدين نشوف إنه ده ما مفهوم بتاع الديمقراطية الحقيقية. والديمقراطية الحقيقية اللي نحن قاعدين نعنيه كجبهة الشعبية المتطورة إنه لابد أن يكون بمرتكز بتاع مبدأ بتاع ألمانية البلد. لا يمكن إنه تنظيم سياسي يتكلم لي عن الديمقراطية والديمقراطية لا يمكن إنه ينبني داخل أي دولة ما لم يكون إنه في مشروع أقلاني حقيقي عشان إنه يكون مهايد تماما لمسألة بتاع المعتقد والثقافة وكل والآراء بعد ذلك إنه يكون ديمقراطية حقيقية. فمن المنطلق ده قاعدين نتكلم عن إنه الروح بتاع المشروع بتاعنا واحد من النقاط الأساسية أو مرتكز بتاع مشروع بتاعنا في الشعب الأريد مسألة بتاع ألمنة المجتمع أو أغلنة المجتمع وأغلنة الدستور وكل المؤسسات داخل الدولة السودانية ده أمر حتمي لابد منه. وقاعدين نشوف إنه الفشل التاريخي ونتائج طبيعي لخيار بتاع مسألة بتاع ألمنة البلد أو مسألة بتاع أغلنة المؤسسات داخل الدولة السودانية. طرحنا واحد من المرتكزات مسألة بتاع المواطنة داخل الدولة السودانية وده واحد من الإشكاليات اللي كان موجود داخل الدولة السودانية. لما خرجنا كحركة جيش طائر السودان كنا بنعلم إنه في إخصاء حقيقي داخل الدولة السودانية أو في عدم العدالة والمساواة بين مكونات الشعب السوداني. فقاعدين نتكلم عن إنه مسألة بتاع المواطنة لابد أن إنه يكون معيار بالنسبة للسودانيين. ما قاعدين نشوف إنه الإرث أو الثقافة هي المعيار لإنه يديك المواطنة أو يديك الأحقية على حساب الآخرين. قاعدين نشوف إنه مسألة بتاع المواطنة أو طرحنا للمواطنة إنه الشعب السوداني جميع يجب أن يكون لهم حقوق متساوية في العدالة والمساواة بين كل مكونات الشعب السوداني. قاعدين نسير لإنه مشروع على الشعب الأريد المتكامل بكل المرتكزات اللي قاعدين نتكلم عنه إنه هو يعني مشروع شامل لإنه يخرج الشعب السوداني لبر آمن. مسألة بتاع الإشكال بتاع مركزية السلطة داخل الدولة السودانية أو مسألة بتاع الفكرة المركزية الموجودة داخل الدولة السودانية والتفكير المختلف بالنسبة للمثقف السياسي والتنظيمات السياسية اللي مرت في كورتسور سولي والليلة قاعدين يفكروا التفكير مركزي داخل الدولة السودانية. أنينا كنا لابد أن إنه يكون في نظام فدرالي حقيقي داخل الدولة السودانية. لما نتكلم عن النظام الفدرالي إنه البلد شاسي ومتراني إنه مجموعة من الأخالي ومجموعة من الأعراق المختلفة. فلما نتكلم عن مسألة بتاع الفدرالية إنه ده نظام أو واحد من المرتكزات بتاع الجبهة الشعبية المتطورة أو حركة جيش طائر السودان إنه يكون معيار لإنه الناس تستمتع بحقوقها على مستوى الأقاليم المختلفة. ولما نتكلم عن مسألة بتاع الفدرالية القوى السياسية بتفتكر إنه مشروع تحالف الشعب الأريد أو حركة جيش طائر السودان بتسعى لإنه تخوخها المجتمع على مستوى الجغرافيا وغيره. لا، لما نتكلم عن المواطنة وتاريخ متحرك الجيش طائر السودان وإصرارنا على أساس إنه في كل الأعمال وفي أمل حقيقي في إنه هذا الوطن شاسي وكافي جدا إنه لو يكون في نظام فدرالي حقيقي ويكون في حزب مشترك ما بين الشعب السوداني إنه يأسس نظام فدرالي بعيد من إننا نفقد مجموعة من الأقاليم داخل الدولة السودانية بأسباب أو بسبب الإصرار بتاع القوى السياسية إنها تقصي الأقاليم أو تقصي المجتمعات اللي بقى تكون موجودة على مستوى
سوى شنو أخالي السودان المختلفة. من المنطلق ده قاعدين نشوف إنه مسألة بتاع الفدرالية ده أمر ضروري جدا وملحة في إنه شنو تحقيق مسألة بتاع الاستقرار السياسي ألام سوى شنو الشعب السوداني. مرتكزات بتاع الجبهة الشعبية المتحدة ومشروع بتاع تحالف الشعب الأريض قاعد يكون إنه مجموعة من المبادئ، لكن نسبة لمجموعة من من المحاور اللي بيكون موجود في الفعالية السياسية ومسألة بتاع التقريب بتاع رفاف الجبهة الشعبية المتحدة ليبيا. أنا ثاني بتكلم عن مسألة بتاع الأحداث، هدفين من أحداث بتاع حركة الجيش داخل السودان قاعدين نتكلم عن مسألة بتاع تحقيق السلام داخل الدولة السودانية. الحدث اللي قاعدين نسعى ليه نحن كحركة الجيش داخل السودان إنه لابد إننا نحقق سلام حقيقي داخل الدولة السودانية. ولكل الشعب السوداني المتابعين لحركة الجيش داخل السودان والمواقف الثابتة التاريخية أن إحنا قاعدين نتكلم عن إنه السلام يجب الله يكون سلام مختل أو سلام سياسي أو سلام بتاع تقسيم السلطة ما بين القوى السياسية أو المثقفتين داخل الدولة السودانية والشعب السوداني تكون هي بتاع القوى السياسية. فمن المنطلق ده الهدف اللي أنا قاعدين نسعى ونقاتل من أجله وقدمنا مجموعة من التضحيات داخل الدولة السودانية شهداء رفاق ورفيقات داخل الدولة السودانية إنه لابد أن إنه يكون في سلام حقيقي داخل الدولة السودانية. لأنه نتكلم عن سلام حقيقي إنه ما يكون في أجنية بتاع استيلاء إنه في طرف بشيف وفي نادي حركة جسر السودان زي ما قالين نشيف أو في رفيق يجي يتكلم عن مسألة بتاع السلامات أو يكمل السلام بيهبس لكن ده سلام بتاع جغرافيات. قالين نشيف إنه مسألة بتاع السلام هو مخاطبة جذور الأزمة داخل الدولة السودانية. الأسباب الرئيسية اللي خلى الشعب السوداني إنه اليوم اللي لما أنا أسس لدستور حقيقي أو لوطن حقيقي داخل الدولة السودانية قالين نشيف السبب بشر وبعدك إنه نحن نخاطب المجتمع. ما قالين نشيف إنه المسألة بتاع السلام مسألة سياسية أو مسألة بتاع إنه المثقفتين لواحد بيكون على وسوسه أحد المناطق وهي خاطب وأنفسه وشنو بيحقق السلام. قالين نتكلم عن السلام اللي إنه بحقق الاستقرار وبحقق الأمن والمواطن على مستوى الأرض خاصة في مناطق بتاع الهروب إنه السلام ده لابد إنه يكون للناس المضطرين أو خاصة النازحين والمناطق المضطرة إنه الناس دول يشعروا فعلا إنه في سلام حقيقي. ولما نتكلم عن السلام الحقيقي إنه في مسألة بتاع الهروب ومسألة بتاع العدالة ده شرط أساسي واحد من المواقف اللي لينا ثابتين فيه كحركة الجيش داخل السودان. إنه مسألة بتاع الانتهاكات التاريخية إذا كان الإبادة الجماعية ولا تأثير إرقي ولا النزوة المتوى الخير الحصل للمجتمع السوداني بمختلف جغرافياته الموجودة قلنا لابد من إنه كل الحاجات دي يسبقوا مسألة بتاع العدالة. لو نتكلم عن مسألة بتاع العدالة إنه ما في تنظيم سياسي وما في شيء داخل الدولة السودانية لا الأحقية إنه يسقط العدالة داخل الدولة السودانية إلا التحايا واحدة وشنو يكون إنه الأحقية إذا كان دارين يعفو مرة بشير أو أي زول من المجرمين اللي ارتكبوا جرائم داخل الدولة السودانية. فقالين نشوف إنه هدف بتاعنا بتاع السلام مرتبط بمسألة بتاع العدالة والسلام بيكون على مستوى مرتبط مش سلام سياسي ما بين القوى السياسية أو تكرار للسلامات الفاشلة. مجموعة من المنابر كان وخات فيه قوى سياسية وحركة دفاع مسلة لكن كانت عبارة عن رؤى مختلة ما حققت أي استقرار داخل الدولة السودانية. فمسألة بتاع السلام أنا قاعدين نشوفه إنه لابد أن يستصحب معه مسألة بتاع العدالة داخل الدولة السودانية. قاعدين نتكلم عن مسألة بتاع الوحدة داخل الدولة السودانية قبل لا نتكلمنا كيف في مسألة بتاع فدرالية البلد إنه لابد من إنه يكون في نظام فدرالي حقيقي عشان ما في أي مجتمع من الجغرافيات المختلفة يعني تشعر بأنها هي مخصية عشان إنها تتخذ مسألة بتاع حق تخرير المسير أو مسألة بتاع انفصال جغرافي من الجغرافيات. فمن المنطلق ده قاعدين نتكلم عن المواطن المتساوي ما بين الشعب السوداني إنه هو معيار بيخلي إنه الشعب السوداني بكون عندهم حس مشترك وبكون عندهم التفاهم ولقضية واحد إنه فعلا في نظام حقيقي بحقق مسألة بتاع العدالة والمساواة بين الشعب السوداني إنه ما يكون في تجزئة للجغرافيا بقلوب السودان ده. فمن المنطلق ده قاعدين نتكلم عن مسألة بتاع الوحدة اللي أساس إنه يكون في وطن يكون في مسألة بتاع المواطنة ده حق لكل إنسان سوداني بمختلف أعراقه وجغرافياته داخل الدولة السودانية. نسبة لظروف الزمن أنا قاعدين نتكلم عن إنه مشروع تحالف الشعب الأريد ده عندنا وسائل قاعدين نحقق أو قاعدين نسعى لإنه نحقق مسألة بتاع الحرية والكرامة داخل الدولة السودانية. الوسائل المهمة اللي قاعدين نشوفه بالنسبة لنا كحركة الجيش داخل السودان إنه نحن لما انطلقنا ما توالي فكرنا في مسألة بتاع حمل السلاح إنه نحن نجابي المؤتمر الوطني أو القوى السياسية اللي بتدي الديمقراطية وبتدي
الدين الوطنية وهي قوة أرسية بيوتية، قوة بتنطلق من مفاهيم ضيقة. كان اتخذنا مسألة بتاع شنو؟ بتاع النضال السلمي على أساس إنه يكون في حق بتاع المواطنة داخل الدولة السودانية، لكن نظام المطور الوطني في تاريخه الطويل وجوده داخل الدولة السودانية كل الشعب السوداني كان مدرك تماما إنه نظام المطور الوطني قاعد ينطلق من مفهوم بتاع الأنف أو مسألة بتاع القتل والتشريد والاغتصاب. اتخذنا مسألة بتاع الكفاح السلمي كوسيلة إنه نحن نطرح مشروط على فشاوى الأريض، ولما نتكلم عن الثورة ليه قريب نتكلم عن الثورة دي عبارة عن يحبس عبارة عن شنو؟ إحداث خطيئة تاريخية مع الإرث السياسي القديم ورسل لمرحلة جديدة إننا نعسس لوطن حقيقي. لما اتخذنا الوسيلة السلمية مسألة بتاع طرح مشروع وتخرج كوادر وطرح المشروع بالنسبة للشعب السوداني إنه يفهموا ما هي بتاع مشروع تحالف الشعب الأريض أو الدولة بتاع المواطنة المتساوية، ويتأكد أو يعرف الشعب السوداني إن القوى السياسية ظلت تخدع الشعب السوداني طيلة تاريخ السودان. فمن المنطلق ده لما انطلقنا نحن كحركة جيش الشعب السوداني واتخذنا الوسيلة السلمية كآلية لأننا نحن نغير الوضعية الموجودة داخل الدولة السودانية، كان واجهتنا نظام المطور الوطني بكل أف وبكل انتهاك إننا وسيلة تاني اتخذناه إنه قلنا الوسيلة بتاع الكفاح المسلح. وقالين نهتز جدا إننا هنا قالين نمتلك الكفاح المسلح، والآن إننا 18 سنة داخل الدولة السودانية نظام المطور الوطني كان بتفتكر أو بتفتكر إن الكفاح المسلح ده هي ممكن تهزم يوم من الأيام، لكن نحن لما انطرحنا مشروع بتاع تعرف الشعب الأريض كنا متأكدين إنه حتى إذا كان وسيلة بتاع الكفاح المسلح اختفى تماما إنه نحن بنواجه كل الأنظمة الدكتاتورية داخل الدولة السودانية بمشروع الموجود ده، لأنه في المسألة بتاع المجتمع اللي بتعاني من القهر وغيره إنه الكفاح المسلح وسيلة العسكرية بترى إنه هي الخيار الوحيد، لكن نحن اتخذنا مجموعة من الوسائل من ضمن وسيلة بتاع الطرح السلمي أو الكفاح المدني من أجل إننا نحن نغير وضعية داخل الدولة السودانية إنه الكفاح المسلح إذا كان اختفى تماما الليلة، إذا كان اختفى حاجة بقول له الكفاح المسلح بالنسبة لحركة جيش الشعب السوداني قاعدين نؤمن إيمان خاطئ إنه نحن هنحقق مشروع تحالف الشعب الأريض بأي وسيلة من الوسائل المختلفة الثانية وجود. فهذا الكلام ده غير نشوف إنه الكفاح المسلح والوسيلة المدنية والكلام ده غير نقول إنه في شراكة حقيقية داخل الدولة السودانية مع القوى السياسية أو مع حركة الكفاح المسلح البتومين بمسألة بتاع التغيير كنا نخر أو أخرينا في المشروع بتاع تحالف الشعب الأريض إنه لابد أن إنه يكون في تكاتف وتحالف حقيقي داخل الدولة السودانية إننا نحن نحدث تغيير داخل الدولة السودانية، ولكن يا للأسف الوسيلة ده كل الشعب السوداني بيعرفوا إنه نحن قبل يوم عملنا تحالف حقيقي كحركة جيش الشعب السوداني من أهم التحالفات التاريخية، والكان من المفترض تحدث تغيير حقيقي داخل الدولة السودانية لا من شاركنا أو أولنا مشروع بتاع الجبهة الثورية، لا من انطلقنا بالكفاح المسلح وفي الوسائل المختلفة إننا نحن نغير الوضع داخل الدولة السودانية. اتأسفنا جدا إنه حصل انتكاسة على مستوى شنو الجبهة الثورية وحصل قصقصة للجبهة الثورية وحول الأفراد مسألة بتاع الجبهة الثورية بدل ما إنه يكون وسيلة، لأنه المنطلق اللي نحن طرحناه أو المشروع اللي نحن طرحناه في الجبهة الثورية السودانية إنه مبدأ بتاع إسقاط نظام المطور الوطني وبناء دولة المواطنة الحقيقية، لكن يا للأسف إنه رفاقنا على مستوى الجبهة الثورية اتخذوا مسألة بتاع التفاوض مع نظام المطور الوطني وأدى لإنه يكون في فشل في الجبهة الثورية أو يكون في شنو وخوف من نضال أفراد الجبهة الثورية السودانية. عملنا برضو مجموعة من الاتفاقيات أو مجموعة من التحالفات مع القوى السياسية لأنه غريب ندرك إنه الوطن ده للجميع ولابد لكل الشرفاء السودانيين إنه يشاركونا في مسألة بتاع التغيير. عملنا مسألة بتاع ميثاق الفجر الجديد لأن عملنا الكلام ده الجبهة الثورية وهو الإجماع الوطني اللي كان بيمثل فيه الأجسام المدنية المختلفة الموجودة في الخرطوم وغيره إنه أسسنا لمسألة بتاع إنه لابد من إنه يكون في تغيير داخل الدولة السودانية، لكن كنا نتأسف جدا وكل التجارب اللي بتحصل داخل الدولة السودانية إنه بكون في انتكاسة من القوى السياسية اللي نحن قاعدين نتحالف معه أو نتخذ معهم تحالف حقيقي فإننا نحن مشروع نغير الوضع الموجود. من النقاط المهمة برضو أن هنا لعام 2014 عملنا إعلان بتاع باريس مع حزب الأمة والجفة الثورية كنا بنتخذ أو كنا بنرى إنه لابد من إنه نشارك القوى السياسية فيما أن هنا نغير الوضع، لكن كان في خذلان داخل شنو لمن عملنا إعلان باريس كان في خذلان من التنظيم السياسي المعني داخل الدولة السودانية، لأنه وده برضو نتائج كبيرة إننا نتحمل الخطأ التاريخي لأنه أننا عملنا تحالف مع تنظيم وبرضو كنا بحسن نية مننا إننا نعمل تحالف مع حزب الأمة عشان إننا نتكاتف كقوى سياسية نغير الوضع ده، لكن يا للأسف إنه كان في نوايا سيئة جدا من الهدوء.